حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، ما تزال التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات هي الظاهرة الأبرز داخل قبة البرلمان وخارجه، أي في الفضاء السياسي والشعبي. فبينما يعتبره مسارا تستلزمه العملية الانتخابية لضمان عدم الوقوع في إشكالاتها السابقة التي هددت حرفيا النظام السياسي وكادت أن تعيده للمربع الأول، وبينما يعتبر الجنوح لهذا الخيار مجازفة خطيرة في حال عدم حصول إجماع سياسي يدفع بهذا الخيار إلى الأمام، وبين رأيين متعاكسين لا يزال مجلس النواب في نقطة الانقسام متعثرا في الذهاب نحو أي من هذين الخيارين. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فانفتاح العراق على العالم الخارجي وزياراته المتبادلة مع الدول التي يعقد معها شراكات ووضع خطط لمعالجة الملفات العالقة بين البلدين وعدد من البلدان، خطوات كانت ضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه السوداني. ما زالت اللقاءات مستمرة لمحاولة إحداث حالة من التوازن في العلاقات الخارجية لتلقي بظلالها على الشأن الداخلي للبلاد من خلال عقد شراكات لتنمية القطاع الاقتصادي خصوصا وتعزيز الأمن في البلاد والكثير من الملفات الأخرى المهمة. أيضا زيارة السودان إلى مصر تأتي ضمن الأطر الإصلاحية للبلاد وكذلك مكافحة الفساد من خلال استرداد الأموال المهربة والوصول إلى المشاركين بتهريبها. هذه الملفات لحصادنا لهذه الليلة مشاهدينا، نناقشها تباعا مع ضيوفنا ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث عن هذا الملف بشكل مفصل ضيوفنا الكرام بالصف. معك سيد دريد، هناك جدل اليوم حول تغيير قانون الانتخابات أو تعديل، وتمكن البرلمان من القراءة الأولى لهذا القانون وأخيرا القراءة الثانية، وبات قاب قوسين من إقرار أو التصويت على القانون الجديد أو التعديلات التي يجب أن تطرأ عليه. لكن مقابل هذا الجدل حول هذا القانون أو بعض فقراته، ما مدى أهمية أو حاجة تغيير القانون القديم؟ مساء الخير على جنابك وعلى مشاهديكم الكرام وعلى قناتكم الكريمة. نبدأ من ما انتهيت جنابك حول ما الفائدة من إقرار قانون جديد. في انتخابات السابقة، في انتخابات 21 النيابية، كنا نستخدم أو نستعمل قانون اللي هو قانون 9 لسنة 2020. هذا القانون تم طعن به بالمحكمة الاتحادية، وبالأخص في المادة 13 التي تتحدث عن الأقليات، فحكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية هذه المادة، فأصبح هذا القانون معطل يحتاج إلى تعديل. ذهب الرأي باتجاه تعديل القانون حاليا، مع تعديل قانون الانتخابات اللي هو قانون 12 لسنة 2000، قانون انتخابات مجالس المحافظات اللي هو قانون 12 لسنة 2018. فاليوم النية لتعديل القانونين في آن واحد. هناك جدل حاليا في القانون في أروقة مجلس النواب حول شكل القانون الجديد. هناك من يعترض على أمور فنية داخل القانون، وهذا في شيء طبيعي جدا. وهناك من يعترض على الصيغة الانتخابية، وتعرف جنابك اليوم الصيغة الانتخابية الكيانات الكبيرة ترغب بأن يكون الصيغة
الانتخابية من صالحها، والكيانات الصغيرة ترغب أن يكون الصيغة الانتخابية من صالحها. فهذه الجدلية في هذه النقطة تقريبا أرجع لها الجدلية بشكل مفصل، لكن رحب بك مرة أخرى دكتور وائل. من الجانب القانوني، ما مدى قانونية أو دستورية المسار المتبع لهذا أو لتغيير هذا القانون أو تعديله؟ وخصوصا كما ذكر سيد دريد، كان هناك رأي للمحكمة الاتحادية بهذا الخصوص. في البدء أحييك وأحيي مشاهدي القناة الكرام وأحيي الضيف الكريم. ما يتعلق مسألة مسار التشريع لقانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الحالي، هو قدم عن طريق مقترح من قبل 10 أعضاء من مجلس النواب، وهو إحدى الوسائل الواردة بموجب أحكام المادة 61 ثانية من الدستور، والتي تعطي لعشر نواب أو أي لجنة من لجانه اقتراح قانون فيما يتعلق بأي مسألة من المسائل. لكن الإشكالية التي قد تظهر في هذه المسألة أن المقترح تضمن جمع قانونين في آن واحد، وبالتالي هو يستهدف تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، وأيضا في نفس الوقت تعديل قانون انتخابات مجلس النواب. هذا أدى إلى خلق نوع من اللبس لدى الأفراد بشكل عام حول الجدوى المرتجات من مثل هكذا جمع، خصوصا وأن أحكام كلا المسألتين أي كلا المجلسين قد لا تنسجم مع طبيعتهما، ذلك أن مجلس النواب هو في العادة هو مجلس سياسي، وبالتالي يستهدف تمثيل الشعب كله، في مقابل أن مجالس المحافظات هي بطبيعتها مجالس خدمية تستهدف تحقيق الخدمات ذات الطابع البلدي أو ذات الطابع المحافظات فيما يتعلق بتقديم خدمات لأفراد المحافظات، وبالتالي تكون أكثر علاقة مع المواطنين. طيب أعود لك سيد دريد، هذا القانون المقترح حاليا إلى أي درجة هو ملبي لرغبات الشارع، أو قد يكون معبر عن رغبات الجمهور باختيار من يناسب لتمثيله في البرلمان من جهة، ومن جهة أخرى إلى أي درجة أيضا ملبي لرغبات وطموحات الكتل السياسية؟ مثل ما قلت لك، اليوم هناك ملاحظات على هذا القانون اليوم اللي يتم تشريعه، ملاحظات فنية، وهذه الملاحظات يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار حتى يكون القانون مرضي لجميع الأطراف. اليوم من أهم الأمور اللي ذكرها الدكتور حول الفائدة من أنه تدمج ما بين قانونين، كل قانون إلى يعني على سبيل المثال لما نتكلم احنا اليوم على قانون مجالس المحافظات، هو تعريف عضو مجلس محافظات هو خدمي وتشريعي ورقابي على أساس محلي، أما عضو مجلس النواب هو تشريعي ورقابي على أساس وطني. بالنتيجة هذا الفرق ما بين الدوائر مهم جدا، وأيضا لما تختار قانون المجلس النيابي يحتاج أن إلى مواصفات خاصة تختلف عن مواصفات مجالس المحافظات. لذلك كان الأفضل أنه يكون كل قانون من عندهم على حدة، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى لما تسأل جنابك حول ما الجدوى أو ماذا تأثيره على الناخب العراقي، اليوم الناخب العراقي يبحث عن قانون يقدر يوصل له التمثيل إليه، بمعنى أنه من يختار أنه يجده في مجلس النواب. هذه من ناحية. هل قانون الدوائر الصغيرة كان فيه إيجابيات؟ نعم كان فيه إيجابيات، أنه طلع ناس من المناطق. كان فيه سلبيات؟ نعم. كانت من أكبر مشاكل هذا القانون التشتت في الصورة السياسية، من ما جعل صعوبة في صناعة القرار، ولاحظنا احنا فترة طويلة بقت الى ان شكلت الحكومة. وهذه يعني هذه يجب ان تأخذ في عين الاعتبار في كل التشريعات القانونية. طيب دكتور وائل، ائتلاف إدارة الدولة بكل تشكيلات يبدأ أنه راغب بهذا القانون الجديد، والدليل أنه تمكنوا من قراءة قراءة أولى وقراءة ثانية، لكن الكتل الصغيرة الكتل الناشئة دكتور وائل، ودا تشوفون اعتراضها على أي نقاط قد تكون لا تخدم مصلحتها بالانتخابات؟ فيما يتعلق بالاعتراضات التي قدمتها الأحزاب الناشئة والكتل الصغيرة، هي تنصب على عدة أمور. المسألة الأولى ما يتعلق بمسألة الجمع بين القانونين، على اعتبار أن هذه الأحزاب تستهدف أن يكون هناك قانون مستقل لكل مجلس. المسألة الثانية اللي دفعت بها الأحزاب الصغيرة هي مسألة ما يتعلق بنظام الصوت الواحد غير المتحول، والذي أوصل جزء كبير من
مرشحين مستقلين وبعض الأحزاب الصغيرة إلى مجلس النواب، وبالتالي هي تستهدف الوصول من خلالها إلى المجالس المحلية بالإبقاء على نظام الصوت الواحد غير متحول. مسألة أخرى ما يتعلق مسألة سن الترشيح، مقترح القانون يستهدف رفع سن الترشيح إلى سن 30، بينما الأحزاب الناشئة الجديدة بالعكس تستهدف أن ينخفض سن الترشيح إلى 25 حتى يتلائم مع قانون الأحزاب السياسية الذي يعطي لمن بلغ هذا لمن عفوا أكمل هذا السن الحق في تأسيس الأحزاب السياسية. بالإضافة إلى أن هذه الأحزاب حتى وإن قبلت بالذهاب إلى نظام سانت ليغو أو تطبيق سانت ليغو، فهي تستهدف أن يتم تخفيض العتبة المقعد الأول من 1.9 المقترحة إلى 1 أو 1.4 بأقصى تقدير، بالإضافة إلى تقليل عدد المرشحين بالنسبة للقوائم المتحالفة بأن لا يتجاوز عدد المقاعد في كل دار انتخابية. نحن نعلم أن قانون الانتخابات الحالي يعطي لكل قائمة أن تعطي ضعف عدد المرشحين، وهذا يخلق نوع من أنواع عدم التوازن أو عدم المساواة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب الصغيرة والأحزاب الكبيرة، وكذلك الحال بالنسبة للمرشحين الفرديين الذين تتضاءل فرص فوزهم في مثل هكذا أنظمة. هذه الأمور قد تكون هي التي انصبت عليها مقترحات الأحزاب الصغيرة. بوجود قانون لمجلسين لمجالس المحافظات وللبرلمان، لو الخلاف الرئيسي قد يكمن في قضية الدوائر المغلقة والدوائر المفتوحة. بصراحة يعني خلينا نغادر موضوع الخلافات، لأنه بصراحة الخلافات هي حول النظام الانتخابي، وكل شريحة من شرائح مجلس النواب، قلت لك الشرائح يعني الشريحة اللي تمثل الكيانات الصغيرة ترغب بأن يكون القانون السابق هو أكثر نفع لهم، أما الشرائح الكبيرة ترغب بأنه يكون على نظام التمثيل النسبي الذي يعطيهم مساحة أكبر ودائرة أكبر. لكن هناك مشاكل فنية أهم من هذا أنا أشوفها. على سبيل المثال، هناك توصية من المحكمة الاتحادية بالعد اليدوي للصناديق الانتخابية وفق قرار المحكمة الاتحادية. هذا الموضوع اليوم راح يصير عندنا إشكال ما بين العد الإلكتروني والعد اليدوي، وهذا الإشكال منين استنتجته؟ في آخر انتخابات كان عندي 9,600,000 ورقة اقتراع، أي مصوت. هل تعلم كان عندنا 722 ورقة باطلة، أي بمعنى 8% من قيمة الأوراق الصحيحة أوراق باطلة، بمعنى أنه تفتح صندوق ب 100 ورقة راح تلقى ب 8 من عندهم باطلات. آلية احتسابها بين آلية الاحتساب ما بين العد الإلكتروني والورقي، هذا الجاب شو راح نتعامل وياه؟ طيب القانون الجديد المقترح الذي قرأه أولى وثانية بتفاصيل يعالج هذه الإشكالية؟ للأسف لم يترك بهذه التفاصيل، يعني لم يحدد هذه التفاصيل، هذه التفاصيل تحتاج إلى تحديد أكثر. ناهيك هناك نقطة أخرى هم أثرناها إحنا اليوم، قانون الجديد نريد إحنا دائما نريد نستفاد من كل تشريع بأنه يكون هناك تعديل أفضل، بحيث إحنا نتحول من الأفضل إلى الأفضل أكثر. بمعنى لما أنا اليوم أفكر بالانتخابات يجب أنه أعمل على شيء اسمه تقليص الإنفاق الانتخابي. هذا الانفاق الانتخابي يجب أنه يكون مقلص ويكون واطئ الكلفة حتى يكون عملية ديمومة بالانتخابات. على سبيل المثال كنا نتمنى إضافة سطر واحد في قانون الانتخابات ينص هذا بمادة على السلطة التشريعية، العفو، على السلطة التنفيذية تكليف موظفين الحكوميين بواجب يوم الاقتراع. هل تعلم هذا الموضوع لو ذكر هذه المادة سوف يوفر لنا بمقدار 60 مليار دينار، أي بمعنى احنا نحتاج ل 400,000 موظف يوم اقتراع، اضرب هذا العدد في مكافأة مالية نقدمها 150,000 راح يطلع لي 60 مليار. يمكن الموضوع مهم الكتل المعترضة او الراغبة بالتصويت على هذا القانون او معترضة على فقراته. اعود لك يا دكتور وائل، ليش اكو تركيز حاليا من قبل الاحزاب الكتل السياسية الكبيرة والاحزاب والكتل الصغيرة الناشئة الراغبة بهذا القانون وتعديله والمعترضة عليه، ليش يركزون على قضية الدوائر كانت مفتوحة أو مغلقة؟ مسألة التركيز على حجم الدائرة الانتخابية أو ما يتعلق بصغرها يتعلق بمسألة التجربة التي أجريت عام 2021. نحن نعلم كما بينا قبل قليل وبين أستاذ دريد أنه الأحزاب الحديثة النشأة حققت نتيجة إيجابية في انتخابات 2021 من خلال الدوائر الصغيرة، على اعتبار أن هذه الدوائر تخلق نوع من العلاقة بين الناخب وبين المرشح،
وبالتالي هذه المعرفة بين الناخب والمرشح تقوي العلاقات فيما بينها، تخلق نوع من الضغط الشعبي على المرشح أو النائب بعد ذلك، وبالتالي تجعله وفقا للإصطلاح نائب خدمات، أي يوفر الخدمات لهذه المناطق. هذا من جانب. من جانب الآخر، الكتل الكبيرة تسعى إلى العودة إلى الدائرة الانتخابية الأكبر عدد، الأكبر حجما عفوا، على نطاق المحافظة، على اعتبار أن كبر حجم الدائرة الانتخابية مع الأخذ بنظام التمثيل النسبي سانتياغو سيؤدي إلى أنه إمكانية الزج بالمرشحين ذوي الكاريزما اللي يتمتعون بقبول جماهيري واسع، وبالتالي من خلالهم يستطيعون الحصول على عدد كبير من الأصوات يمكن ترجمتها إلى مقاعد بعد ذلك. هذا النوع من أنواع النزاع بين الإرادتين يحتاج إلى أن يكون هناك رأي فني متخصص حول الغاية من إيجاد قانون الانتخابات. هل نحن نسعى إلى تشكيل حكومة بشكل سريع؟ هل نحن نرغب بحكومات منسجمة؟ هل نحن نرغب بتقليص عدد الأحزاب السياسية؟ هذه الأسئلة هي التي علينا أن نجيب عليها من خلال النظام الانتخابي. سؤال أيضا يمكن مهم بالمسار الدستوري المتوجهين حاليا بهذا المسار لتغيير هذا القانون أو تعديله، المحكمة الاتحادية، هذا التعديل على قانون الانتخابات إلى أي درجة متطابق مع توجيهات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص؟ المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بقراراتها السابقة هي نقضت ما يتعلق بالأصوات الخاصة أو مقاعد عفوا الخاصة بالأقليات. القانون فيما يتعلق بمعالجته لمقاعد الأقليات أغفل مسألة أساسية. في قانون انتخابات مجالس المحافظات كان هناك مقعدين للصابئ المندائين، واحد في بغداد والآخر في البصرة، عفوا في ميسان. المقترح ذهب إلى مقعد واحد فقط للصابئ المندائين، أي أننا أمام انعكاس لرغبة المحكمة الاتحادية. مسألة أخرى ما يتعلق بتصوير ناخبي المكونات لمرشحيهم. في القانون السابق كان يمكن لأي شخص في أي منطقة في العراق أن ينتخب للمكونات، المقترح الحالي جاء منسجما مع حصر مقاعد المكونات بمحافظات معينة وبالتالي التصويت من ناخبي هذه المحافظة، وهذا منسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية. تبقى مسألة تحديد آلية العدوى الفرز اليدوي والإلكتروني، بين قبل قليل ضيفك الكريم أنها تحتاج إلى توضيح وتفصيل أكثر في المقترح حتى يكون منسجما مع قرارات المحكمة الاتحادية. لا، أرجع السيد دريد بخصوص الجدلية الحالية، مثار الحديث عن هذا القانون والخلافة، هذا التعديل المراد إقراره والتصويت عليه في البرلمان، هل هو عودة إلى قانون سانتياغو؟ لو هو القانون هذا لكن راح يجري تعديل عليه من قبل البرلمان. طبعا للأسف تصور أنه سانتياغو هو نظام سيء الصيت، لا بالعكس، ترى نظام سانتياغو هو مو سيء، لكن المشكلة الحقيقية ليس في النظام نفسه. هناك 219 نظام تقريبا بالعالم، هذه الأنظمة كل نظام إلى شكله، كل نظام إلى آلية عمله. ما المشاكل ليست في الأنظمة بقدر ما الصيغ لو أديرت وكتبت بطريقة صحيحة سوف تقدم نتائج متقدمة جدا. يعني على سبيل المثال لازم أريد أوضح في النقطة قبل ما أذكر المثال، أنه أي خطأ فني في العملية الانتخابية لا يفسر على أنه خطأ فني، يفسر على أنه فعل متعمد. لذلك يجب الحذر والتمعن والتفحص في كتابة أي مفرد في قانون انتخابات حتى نصل إلى التكامل، وهو قمة العمل الانتخابي. هنا أحب أذكر مثل مهم جدا. لما أنا عندي انتخابات مثل ما حصلت عندي بال 18 وما أعلنت وقت لإخراج النتائج، بقينا فترة طويلة ننتظر النتائج، نتيجة الشكاوي والطعن والكذا، وبقت الفترة الجميع يترقب. هل اليوم الوضع يسمح بأنه نكتب قانون بدون ما نذكر تاريخ لإخراج النتائج، على الأقل النتائج الأولية بأسرع وقت؟ هذا مهم جدا. لا سيد دريد، الأهم من عندها يمكن باعتبارك ذكرت قضية شلون تدير هذا النظام أو النظام الانتخابي أو الصيغة كما ذكرت، شلون تديره. هنا نرجع للمفوضية وإدارة المفوضية للانتخابات ومجلس المفوضين والمطالبات النيابية اليوم وحتى الشعبية قبلها، مقابل المشاكل اللي صارت في الانتخابات السابقة والجدلية الكبيرة التي أثارتها، مطالبات وصلت إلى حتى غير هذه المفوضية.
ممكن فعلا أن نذهب إلى تغيير المفوضية بهذا الوقت والانتخابات قادمة؟ احنا لازم نعرف انه المفوضية القادمة الحالية ينتهي تاريخ عملها بتاريخ 2024 في بداية 24. نعم. يعني المدة الباقية لعملها هو مدة محدودة جدا. مسألة تغيير المفوضية هذا طبعا يعتمد على قانون خاص بالمفوضية، انه يشرع قانون مفوضية، هل سوف تجدد ثقة للقانون نفسه أم يتم التعديل عليه؟ لكن بقاء المفوضين نفسهم هو صعب جدا، لأنه القانون ما أتاح التجديد لهم وفق القانون السابق. هنا يجب أنه أنا أحب أذكر نقطة كلش مهمة. ذكرت جنابك المفوضية. المفوضية يجب أنه نعلم أنه المفوضية جهة تنفيذية لقانون الانتخابات. كل ما كان قانون الانتخابات واضح ودقيق جدا في مفرداته، كلما كان عمل المفوضية ثابت ومحدد المسار. بمعنى لا نريد نسمح مجال للاجتهاد حتى لا نروح بمتاهات أخرى جانبية. هذا اللي أنا أريد أذكره. فلهذا تشوف أنت كثير من دول العالم لما تكتب قانون انتخابات تكتبه بتفاصيل كثيرة جدا، والغرض من عنده حتى لا تترك أبواب للشيطان. تفهم قصدي؟ هذا اللي أنا أريد أوصله. أبواب الشيطان كانت مفتوحة ربما بأوقات سابقة، وكادت أن تسبب حرب أهلية بسبب القانون أو إدارة المفوضية العملية الانتخابية. والسؤال لكم سيد وائل، دكتور وائل، هناك مسار قانوني لتغيير المفوضية أم يمكن تغيير القانون والإبقاء على مجلس المفوضية لإدارة الانتخابات القادمة يمكن في شهر تشرين الأول من هذا العام، البلاد على موعد مع انتخابات محلية، هل ترون أنه من الضروري حسم هذه الجدلية مبكرا وتدارك أي خلل قد يحدث؟ وفقا للإجراءات القانونية كما بين ضيفك الكريم أن المدة الخاصة لولاية أعضاء مجلس المفوضية الحالية تنتهي في بداية العام المقبل، وبالتالي في حال ما إذا أجريت الانتخابات نهاية هذا العام فإنها تدخل ضمن ولاية هذا المجلس. ومن غير المنطقي والمعقول أن أذهب إلى تعديل مجلس المفوضية أو تعديل شخوص المجلس خلال فترة أقل من 9 أشهر، لأن هذا سيؤدي إلى إصابة العملية الانتخابية بشرخ فيما يتعلق بشرعيتها في النطاق الدولي. لا. ومدى تحقق هذا الرضا بالجانب الدولي، على اعتبار أنه دوليا ينبغي أن لا يتم تغيير المفوضيات أو الجهات المعنية بإجراء الانتخابات قبل مدة أقل من 9 أشهر، لأن قصر المدة بين التغيير وإجراء الانتخابات قد يعطي إشارة سلبية إلى أن هناك استهداف لتحقيق نتيجة معينة، وهذا ما هو غير موجود من الناحية الواقعية، لكن هذا سيعطي إشارة سلبية. طيب. جانب آخر، بالإمكان تعديل قانون خاص مفوضية الانتخابات، ممكن من خلاله أما منح الأعضاء الحاليين مدة إضافية إذا ما تم تعديل القانون، أو الذهاب إلى إعادة صيغة هذا القانون بشكل كامل. وإن كان ذهب مجلس النواب إلى هذا الخيار فعليه أن يأخذ رأي المختصين ورأي أصحاب المصلحة قبل الذهاب في عملية التغيير. الشكر جزيلا لكم الخبير القانوني الدكتور وائل البياتي، كنت ضيفا كريما، والشكر لكم الخبير بالشأن الانتخابية الأستاذ دريد توفيق، كنتما ضيوفا كرام. ومشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. زيارة هي الأولى لرئيس الوزراء العراقي إلى مصر، تم خلالها بحث حزمة من الملفات تتعلق بالتعاون المشترك بين البلدين، وكذلك بعث رسائل ضمنية تشير إلى تمسكهما بتطوير علاقاتهما العربية. وضمن الأطر التعاونية يسعى البلدان إلى وضع شراكات تقوم على أساس تنمية القطاعات الاقتصادية والتجارية وتطوير البلدين بما ينسجم مع استراتيجيات المتفق عليها. والمزيد مع الزميلة نهى الشمري. جلسة مباحثات موسعة جاءت استكمالا لجولة الزيارات التي سبقتها. زيارة السوداني إلى مصر حملت بين طياتها الكثير من الأهداف والملفات، في خطوة لوضع الأطر العامة المحددة للعلاقات المصرية العراقية، استنادا إلى ما سعى إليه السوداني بتعزيز علاقات البلد مع الدول الخارجية مسبقا. زيارة ربما لم تختلف كثيرا عن غيرها، لكنها تأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات التي تبحث عن الشراكات الثنائية بين البلدين وتعزيز أطر التعاون. فعقب ما جاءت من أوامر قبض بحق المتورطين بسرقة القرن، وتتابعا لما أقدمت عليه الحكومة الحالية بمكافحة الفساد،
يرى المراقبون أن زيارة السوداني جزءا من ملاحقة الفاسدين والهاربين خارج البلد بعد خطوات القضاء بمحاسبتهم. فالسوداني يسعى لوضع مذكرات تفاهم بين البلدين بشأن استرداد الأموال المهربة إلى الدول الأخرى التي هربها المشاركون بسرقة القرن دغية الخلاص من العقوبات القانونية. الحكومة تعمل على إصلاح عدة ملفات منها الاقتصادية بعقد شراكات مع العالم الخارجي، وكذلك ملف الأمن ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى الفساد بصنفيه المالي والإداري وإزاحة المعرقلات أمام إنهاء هذه الملفات المهمة وملفات أخرى لا تقل أهمية عنها. بالتالي اليوم الحكومة تسعى لوضع خطط حقيقية وجادة للسير باتجاه الإصلاح الحقيقي لواقع البلد بكل القطاعات. نهى الشمري، الأيام الفضائية. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام مباشرة بالصوت والصورة من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور صالح الشاذر. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. والترحيب أيضا بالخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني. أهلا بكم دكتور ناصر. وأبدأ معك دكتور صالح، ما مدى أهمية تحركات رئيس الوزراء السيد السوداني والانفتاح الخارجي بالأخص نحو المنطقة العربية؟ نعم، أولا تحية لك ولضيفك الكريم وإلى مشاهديك الكرام. بالتأكيد هناك حركة دؤوبة في صنع السياسة الخارجية لأول مرة، حقيقة نرى هناك تحول في هذه السياسة من كانت قبل سابقا ردود أفعال في الحكومات السابقة، ولكن تحولت إلى فعل إيجابي مع الجانب العربي، وتحدد حقيقة استطاعت تفتيت جبل الجليد من حقيقة وتذويب هذا الجبل باتجاه علاقات عربية كبيرة جدا بدأت مع دول جوار. نعم. العراق العربي، وهذه الزيارة إلى مصر هي تأتي حقيقة ترتيبا وحقيقة أو تباعا لمؤتمر بغداد الأول والثاني أيضا اللي عقد في بغداد واللي عقد في العاصمة الأردنية، ومخرجات هذه حقيقة المؤتمرات وتحول في موضوع السياسة الخارجية إلى دبلوماسية المؤتمرات ولا دبلوماسية القمة، وهي أقوى أنواع الدبلوماسية حيث تتخذ القرارات على مستوى رؤساء الدول. وأعتقد أن السيد السوداني حقيقة قد يبدو جادا في هذا الموضوع، وهنالك قرارات عربية حقيقة تهم العراق، وبد أن يعود العراق إلى الحظة العربية بطريقة كبيرة جدا باعتبار هنالك حقيقة ثقل عربي كبير وشقل ثقل شرق أوسطي للعراق يستطيع أن يفعل من خلاله الكثير إذا ما كانت هناك سياسة خارجية رصينة. وأعتقد أنه ما زلنا نحتاج إلى المزيد في هذا العمل باتجاه حقيقة تأطير لعلاقات عربية جديدة وفق الرؤية الجديدة للحكومة. نعم. طيب، من الجانب الاقتصادي دكتور ناصر، أي الشراكات الاقتصادية والمجالات التي يمكن عقدها مع مصر والاستفادة منها؟ ماذا تستطيع مصر أن تقدم للعراق؟ شكرا جزيلا وتحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفكم العزيز الأخ صفوان. فيما يخص موضوع الاقتصاد، حقيقة العراق هو البلد الوحيد اللي موجود بالمنطقة العربية اللي يمتلك ما يمتلك من خيرات كثيرة، منها طبعا ظاهرة ومنها تعدين ومنها داخل بعد باطن الأرض، ومنها يعني بالإضافة للنهرين اللي جافة للأسف يعني. وايضا هم عندنا احنا رابطين المنطقه تقريبا ثلاث قارات بان واحد اللي هي اسيا واوروبا وافريقيا. انا حقيقه كان عندي احد المشاريع اللي سميتها مشروع الاجيال، اللي هو فتح قناه ملاحيه بين الخليج العربي والبحر المتوسط بعرض 500 متر وعمق 25 متر. هذه القناه ايرادها سنويا لا يقل عن 400 الى 500 مليار، غير الضفتين اللي هي طبعا اللي تمشي فيها اراضي العراق بحدود 1350 كيلومتر، فجهتين بحدود 2700 كيلومتر. طيب، لكن حضر المقاطعه دكتور ناصر، لكن اود ان اسالك عن مصر. مصر في مشروعك او اي مشاريع اخرى تخص العراق اقتصاديا، ماذا تستطيع مصر ان تقدم للعراق؟ مصر لا تستطيع ان تقدم شيء، ما هذه زياره الا زياره بروتوكوليه لا اكثر، وايضا هي اعاده العراق الى الحضن العربي من خلال مصر. أنا أتمنى على دولة رئيس الوزراء زيارة 6 أكتوبر، مدينة 6 أكتوبر. نعم. بلكي ينقل هذه المدينة إلى مثلها إلى العراق،
اللي اذا نحكي احنا بالمشاريع، اذا انا حكيت مشروع واحد وكنت اريد احكي بالمشروع الثاني وللاسف انت ما سمحت لي. لا عذرا، احنا نريد نحكي عن هذه الزياره الى مصر. اريد اعرف يعني من عندك دكتور ناصر، الى اي درجه هذه الزياره مهمه اقتصاديا للبلاد او مجالات اخرى، لو كما ذكرت هي مجرد زياره بروتوكوليه؟ لا احنا اقتصاديا ما صور احنا راح نستفيد منها شيء، ولا امنيا ايضا نستفيد منها شيء، ولا اي كل الثلاثه اللي هي موجوده بها من اجلها راح، هي اقتصاديا وامنيا والشيء الاخر. لحد الان احنا مشكلتنا داخليه، خلينا نحل مشاكلنا الداخليه، نسيطر على ما موجود عندنا من فساد. يمكن احنا ما نحتاج لا مصر ولا كذا، خلينا نرجع مثلا منبع المي اللي عندنا اللي متوقف من جارة تركيا او سواء من ايران. هذا هذه المواضيع المهمه جدا. اما هو الموضوع هذا زياره هي بكل ما هنالك هي تاكيد على زياره سابقه اللي كانت يعني او الملحقه السابقه اللي كانت مؤتمر اللي عقد في عمان، مو اكثر من هذا الموضوع. اعود لك دكتور صالح، تتفق مع الدكتور ناصر انها زياره بروتوكوليه اكثر ما هي فعلا زياره مهمه، رغم الحديث عن ضرورة تعزيز أطر التعاون وشراكات وغيرها، وفعلا هذه الزيارة ما تم توقيع اتفاقية أو غيرها، فقط تفاهمات على توطيد هذه العلاقات. نعم، يعني ذكر دكتورك مختص في الجانب الاقتصادي، وذكر أنه لا توجد جدوى اقتصادية من مصر، باعتبار مصر بلد يفتقر إلى الموارد سواء كانت مادية أو حقيقة حتى في جانب التكنولوجي، ولكن أعتقد أنه أنا أتحدث عن فقط الجانب السياسي وجانب العلاقات الدولية بصورة عامة. لا، من مصر تمتلك الجانب حقيقة التاريخ العروبي، وهي قائدة للنظام الإقليمي العربي حقيقة على طوال حقبة كاملة، ووجود جامعة الدول العربي العربية فيها باعتبار أن ذلك يجعل أن القرار العربي هو لها تأثير في صنع القرار العربي، والعراق يحتاج إلى حقيقة تأثير في صنع القرار العربي، ويحتاج إلى أن يكون عضوا فاعلا في قيادة النظام الإقليمي العربي وتوظيف الجانب الاقتصادي الذي يمتلكه. الدكتور الخبير في الاقتصاد، لدينا حقا جانب اقتصادي يجب ان نستثمره في الجانب السياسي وفي جانب العلاقات الدولية حتى تكون لدينا مخرجات ايجابية، واعتقد السوداني يحاول يفعل ذلك باعتبار يكسب حقيقة الاصدقاء او الاشقاء العرب سواء كان في الجانب الاقتصادي او في الجانب التكنولوجي، حتى تكون له تأثير سياسي على فعل السياسة الخارجية على المستوى الاقليمي العربي وحتى غير العربي. نعم. طيب دكتور ناصر، إذا كانت زيارة العراق إلى مصر قد لا تكون ذات جدوى اقتصادية كبيرة، لكن هناك نية بالوصول إلى العلاقة التكاملية بمختلف المجالات مو فقط الاقتصادية، نظرا للمشاكل الكبيرة اللي يعاني منها العراق، فعلا هناك إمكان للوصول إلى مرحلة تكامل اقتصادي أو سياسي أو أمني حتى مع مصر أو غيرها من البلدان، ومقابل أيضا زيارات الحكومة والسوداني إلى بقية البلدان الأخرى عربية والجمهورية الإسلامية وكذلك إلى برلين، هل كان في هذه الزيارات جدوى؟ شوف احنا بنريد نشعر ترميم البيت العربي، هل البيت العربي فعلا أعطانا حقوقنا؟ يعني احنا نسينا مثلا السعودية 13,000 سيارة و 13,000 مفخخة دخلت العراق، والسعوديين موجودين ذولاك هم موجودين بالسجون العراقية ولنقتل، وايضا من مصر دخل لنا الكثير من هذا، وايضا دخل لنا من كل الدول العربيه. انا عندي طبعا احصائيه باسماء العفو باعداد الاشخاص اللي دخلوا من الوطن العربي، هم دول العرب اللي احنا قاعدين نحكي عنهم، ولا العرب وين اللي تابع عن فلسطين، ولا ما اعرفاني هالعرب هذا وهل هل 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 التمسك الكبير احنا بالامه العربيه، وين هي الامه العربيه؟ قاده الامه العربيه الحقيقيين انتهوا، ما ظل عندنا قائد عربي حقيقي فعلا. هو اليوم العمليه عمليه تطبيع مو اكثر، الامه العربيه ذاهبه مع التطبيع هذه السنه اللي احنا بها، وايضا هي من خلال الزيارات واضحه جدا. انت الخليج العربي هسه زياراتنا اللي راحت مرتين ثلاثه، وقد يكون سبق السيد الكاظمي ايضا هم افتقر اخذ جوله بين الدول العربيه، هي بعض الامور للي احنا القادم. يعني ما دا اشوف شيء هو حقيقه لا اقتصاديا ولا سياسيا نافع. اما موضوع انا مو ضد العلاقات او تمتين العلاقات، بس على ان هذه تمتين العلاقات عادت ما ان يعني احنا هسه حاليا مثلا
اذا بدنا نحكي عن انبوب النهبط اللي راح مثلا بدنا نطلع يطلع من البصره يوصل الى الاردن ومن الاردن الى مصر ومن مصر يذهب الى مكان اخر، ما هي الفائده من هذا العراق؟ خلي يعطيني الفائده من الجدوى الاقتصاديه لهذا المشروع. هل هناك جدوى اقتصاديه؟ وما هي الجدوى الاقتصاديه؟ اذا انا اصدر مثلا 1,500,000 برميل بهذه الطريقه يمكن قد يكون الكلف ما راح يطلعها منه. فأين طيب. الجدوى الاقتصادية؟ أنا شنو إذا أريد أستورد من مصر بركي ينطيني منقل وينطيني كذا وينطيني ما وشنو الصناعة اللي عند مصر حتى أني مثلا استفاد منها؟ طيب كدولة طيب دكتور عربي. دكتور كان هناك في زمن الحكومة السابقة حكومة المؤقتة أو المبكرة التي جاءت بعد انتخابات مبكرة كان هناك أيضا قمة أو عدة قمم وعدة اجتماعات ما بين العراق ومصر والأردن، لكن بالحكومة السابقة ليش ما تحقق أي تقدم بأي من المجالات؟ السؤال عندي لا لدكتور ناصر. شوف أكو موضوع خليه لحد الآن بصراحة محثارة أنا اليوم أريد أثيره من خلالكم. تفضل. إحنا عندنا شيء اسمه معاهدات وشيء اسمه عقود. لا. المعاهدات اللي هي تبنى إذا كان البلد يمتلك دستور دائم وحكومة منتخبة من حق رئيس الحكومة يوقع معاهدات إذا كان يمتلك جنسية واحدة. شوف إحنا ما بعد السيد المالكي اللي إجا وراء السيد العبادي وراء إجا عادل عبد المهدي وراء إجا السيد الكاظمي الكل ما يمتلكون جنسية واحدة كلهم جنسيتين إلا اللي إجا الأخ محمد الشياع هو يمتلك جنسية واحدة. موضوع تكملة أمور أخرى اللي يعني خايف منها حقيقة جدا خايف منها ومو بس خايف مرعوب وبالأخص فيما يخص جولات تراخيص النفط الأخيرة. نرجع ونقول مرة أخرى على السيد السوداني الانتباه لأن هو قاعد يمشي بسرعة لأن مطلوب منه معدول عليه أيام وقاعد يركض سريع وهذا يركض سريع احتمال يعثر وأنا خاف من العثرة اللي يعثرها عثرة كبيرة تأثر على البلد وقد يكون من الصعب جدا تصليحها. طيب عود لك دكتور صالح، يعني مع تسنم الحكومة الجديدة لمهامها ليش من البداية حرصت على توطيد هذه العلاقات مع محيط العراق والمجتمع الدولي ووضعتها في سلم أولوياتها ببرنامجها الحكومي وتطبقها حاليا وحريصة على تطبيقها؟ نعم، عندما لم تكن لك مساحة في الجانب العربي والإقليمي لا يمكن أن تكون لك مساحة دولية، هذه لعبة العلاقات الدولية. السيد السوداني الآن يحاول أن يلعب اللعبة في العلاقة وهي اللعبة غير الصفرية وهي الربح للجميع وعدم وجود الخسارة. بالتالي من الممكن إذا كان هناك يعني خطوات محسوبة في هذا الاتجاه من الممكن أن يعبر إلى بر الأمان، ولكن إذا مثل ما تفضل ضيفك الكريم حقيقة إذا ما كان هناك حقا خطأ في موضوع ما سيحسب عليه وعلى على حكومته مستقبلا، ولكن أعتقد أنه لحد هذه الحالة لحد هذه اللحظة هو ناجح في عمله السياسي الخارجي. السؤال المهم جدا اللي يعني من الممكن يفيدنا في هذا الموضوع هو لماذا مصر والأردن حقيقة هذه الدولتين شاركتا في الحرب على العراق ومصر سمحت للفرقاطات العسكرية محملة بقطعها البحرية من الأسلحة بعبور قناة السويس وبالتالي لا يمكن تجاهلها من الجانب حقيقة المساعدات الأمريكية وأن تكون هي حقيقة الأولوية لها في موضوع مع العراق إلى جانب الأردن الذي حقيقة درب القوات المسلحة العراقية لا سيما الشرطة والجيش وفي وقت ما يسمى بالحرس الوطني بحقيقة بموافقات أمريكية وهذا لا يمكن نكرانه، وبالتالي إذن هو نوع من حقيقة لا نريد أن نقول فرض أنه نوع من رد الجميل على أي حكومة يجب أن لا تتخطى هذا الموضوع. بالتالي التعاون مع الدول العربية أو الدول الجارة العربية حقيقة هو من ضمن أولويات أي حكومة تأتي سواء كانت حكومة السيد السوداني أو غير السيد السوداني. طيب الاستمرار دكتور صالح الاستمرار بذات النهج للحكومة والعراق واعتماد التوازن بالعلاقات الخارجية إلى أي درجة يعزز من مكانة العراق إقليميا ودوليا؟ نعم العراق بلد كبير ويمتلك حضارة عمرها 7,000 سنة ولديه موارد كبيرة جدا، وبالتالي إذا ما استطاع صانع السياسة الخارجي العراقي توظيف هذه الإمكانيات بطريقة لخدمة العراق سينجح كثيرا، والعراق من الممكن أن يلعب دور الريادة في توازن حقيقة القوى الدولية العربية والإقليمية باعتبار هناك تناحر عقائدي
سياسي بين حقيقة بين دول جوار العراق، والعراق من الممكن أن يكون حقيقة هو قبة البيضان في هذا الموضوع، وأن يقرب وجهات النظر لا سيما بين طهران والرياض. وبالتالي إذا ما نجح في هذا الموضوع أعتقد أنه من الممكن أن يكون قائدا جديدا للنظام الإقليمي العربي إذا ما وضع النقاط على الحروف. نعم. طيب دكتور ناصر، خلال اجتماع رئيس الوزراء السوداني برئيس وزراء مصر وبعد الاجتماع مع الرئيس المصري السيسي، كان هناك تأكيد بكل الاجتماعين وتفعيل على تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى التنفيذ. هذا ألا يبشر بخير بإمكانية الوصول إلى مرحلة من التقدم بالعلاقات ما بين العراق ومصر، مع الحرص الظاهر على الحكومة بأنها راغبة وحريصة على توطيد هذه العلاقات مع مصر أو مع غيرها؟ أنا مو ضد العلاقات العراقية العربية بأكملها حقيقة، بس على أن الحكومات العربية، ولا ضد الشعوب بالمناسبة، ولا ضد الشعوب العربية بأكملها، وإن شاء الله الشعوب العربية، وأتمنى إلغاء كل الفيز بين الدول العربية، وأتمنى الدول العربية كلها بعملة واحدة، وأتمنى هاي كلها ما أتمناها، بس وأتمنى إزالة كل الحكام العرب اللي مسوي لنا كل المشاكل اللي موجودة، هاي اللي أتمنى. اما ما لاني اليوم ما اعرف، اني اكو قضايا ما اقدر احكيها على الاعلام حقيقه مره. شنو اللي شفناه احنا من الدول العربيه كلها من بدايتها لنهايتها؟ نطير في شيء شفناه من الدول العربيه هو مفرح، هو مفيد. الجامعه العربيه شنو اللي سوت لنا طيله هاي السنوات اللي مرت علينا 20 سنه وما قبلها؟ شنو طيب اللي سوت؟ ما ضروره اليوم دكتور ناصر بتجاوز كل هذه الخلافات مثلا أو السياسات السابقة من قبل هذه الدول أو من حكامها وإداراتها تجاه العراق، وفتح صفحة جديدة مقابل حاجة العراق المستمرة إلى هذه العلاقات مع دول الإقليم؟ وأنا ما أصور العراق محتاج دول الإقليم نهائيا حقيقة، ما محتاج، هم محتاجين ثروات اللي موجودة بالبلد تغطي الإقليم بأكمله، تغطي دول الاقليم باكملها، بس لكن احنا للاسف اداره ما عندنا لبلدنا. لو كانت اكو اداره حكيمه كل هذا اللي يصير ما يصير بينا. طيب هذه اللجان المشتركه اللي ذكرها الرئيس السيسي ورئيس وزراء مصر، ان تم فعلا عقدها ما بين مصر والعراق، ممكن ان تصل مرحله تنفيذ بظل المعطيات الاقتصاديه والسياسيه الحاليه ما بين مصر والعراق والمنطقه بشكل عام؟ دكتور ناصر. حبيبي اللجان اللي عقدت هي لجان كل ما هنالك اي لجان هي تسويف، عمليات تسويف. اليوم انا نطيني قرار قل لي خلص هذا القرار الثاني راسا بحيث نبلش به. انا ما عقدنا لجان واللجان العراقيه 10,000 لجنه عقدت او العفو لحد الان كل شيء ما افتهمنا منها. وين اي لجنه اللي صارت اذا كانت حتى حد اللجان اللي موجوده بالعراق؟ وين اللجان اللي موجوده؟ كل لجنه تكون هي تسويف، عمليه تسويف لاي موضوع. اما زياره هي قلت لك مره الاخ عيد لك اياها، هي مو اكثر من زياره بروتوكوليه، هو زار الدول العربيه باكملها، ورجل يريد يمتن علاقاته بالدول العربيه باكملها، وهذا هو. انا مو ضد هذا الموضوع، ومره الاخ اكرر لك اتمنى بدون فيز، بدون رفع الفيز، رفع كل ما موجود من اغطيه، وايضا عيد اللحمه العربيه، هذا اللي اتمناه انا. ايضا اعاده الحقوق العراقيه، يعني السعوديه اليوم احنا اللي عندنا انبوب نفط وعندنا ميناء وعندنا كذا، لحد الان ما يسمحوا لنا ولا ينطونا ولا شو في اليوم اللي ما حدا طالب به. طيب بعد لك بسؤال اخير دكتور صالح، يعني الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي اكد على رغبه مصر واستعدادها للتعاون مع العراق في مختلف المجالات. أكو إمكانية للعراق بوضع السياسي ومعطيات السياسية الحالية أن يستثمر هذه الرغبة من قبل مصر أو من أي دولة كانت؟ نعم، بالتأكيد العراق لديه إمكانيات سياسية ولديه تجربة ديمقراطية، إذا حقيقة ما كان هناك نية صادقة لدى صانع القرار. نعم. الداخلي والخارجي، وبالتالي يجب أن تكون هناك حقيقة موازنة بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، وبالتالي تكون مخرجات
ما عبر الحدود أقوى بالنسبة للعراق، وبالتالي يستطيع، ولكن هذا يعتمد على عمر الحكومة الحالية التي تعقد هكذا اتفاقيات. إذا ما استمرت لأربع سنوات لا بالتأكيد ستكون هناك نتائج إيجابية، وممكن أن تكون هناك مخرجات قد ترى النور. أما إذا حقيقة ذهبنا باتجاه انتخابات مبكرة أو انتخابات جديدة وحقيقة وتغيير في الحكومات، بالتالي أعتقد ستبقى هذه الأمور معطلة لموضوع آخر لحين تشكيل حكومات أخرى، ونبقى في هذه الدوامة. نعم. أستاذ العلوم السياسية الدكتور صالح الشدر، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر الجزيل لكم الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني، كنت ضيفا كريما، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.